حياكم الله في فقرة الأخبار في دقيقة، فيها نستعرض لكم ملخص أخبار تقنية لهذا الأسبوع. مايكروسوفت تكشف رسمياً عن الجهاز اللوحي Surface Go 2 واللابتوب Surface Book 3. الكشف عن الجيل الجديد من أجهزة ماك بوك برو 13 بمعالج انتل الجيل العاشر. الإعلان عن سماعات هواوي فري بادز 3i مع تقنية إلغاء الضوضاء. أبل تحدد موعد مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2020 ليكون عبر الإنترنت في يوم 22 يونيو. سماعات سامسونج جالكسي بادز إكس القادمة بتدعم تقنية إلغاء الضوضاء. تطبيق جوجل درايف لنظام الاي او اس يحصل ميزة تأكيد الهوية باستخدام تاتش اي دي والفيس اي دي. فيسبوك تعمل على تحديث لتغيير لون التطبيق بالكامل حسب ألوان الصورة الشخصية. اكس بوكس سيريس إكس سيحصل على أخبار جديدة كل شهر في 2020 بداية من 7 مايو. الإعلان عن لعبة أساسن كريدز فالهالا وراح تصدر بالعام الحالي لأجهزة الجيل الجديد والحالي. وهذه كانت أبرز أخبار الأسبوع.